بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة سكون انفورماتيك جلوبال. في هذا الفيديو سنتعرف على لا سيكوريتي سيسينا. اذا الشابتر الاول اللي نبداو به هو مودرن نيتورك سيكوريتي ثريت، يعني سيتادير مودرن مونارس مونارس دو سيكوريتي ريزو، يعني التهديدات الحديثة للأمن الشبكات المعلوماتية. لي غيزو سون دي سيبل، يعني لي غيزو لي مسيبلين المستهدفين. هنا هذه الصورة كتقدم لنا الشبكات المستهدفة عبر العالم. درايفر فور نيتورك سيكيورتي بيلوت بوغ لا سيكيورتي ريزو. دونك هنا كومان نيتورك سيكيورتي تيرم، يعني لي تيرم دو سيكيورتي ريزو كومان. عندنا لي مناص لا فينيغابيليتي، سيتادير هي نقاط الضعف او الخلل او نقاط الضعف في الشبكه العنكبوتيه. ولي ريسك معروف لي ريسك، زائد لي ميتيغاسيون. لي فيكتور اوف نيتورك اتاك هما لي فيكتور داتاك ريزو. دونك هنا عندنا الانترنت، هنا الانترنت هو الاكسترنال ايت ريت، يعني لي مناص او التهديدات الخارجيه اللي هي كدوز هنا عبر هذا البارفو. بويسكو هنا عندنا الهوست او السيرفور في الريزو، عندنا هنا ريزو لوكال، يعني عندنا سيرفور، عندنا دي ماشين او لي بي سي كليون. هنا الانترنال تريت يعني التهديدات الداخليه لي مناص انترن. هنا بيرت دو دوني داتا لوس او فقدان المعلومات، اي سواء بار ايميل سواء ويب مايل بحال بحال. هنا انكريبتد ديفايس، يعني لي بيريفيريك نو شيفر، لي بيريفيريك مثلا كلي يوز بي بار اكزومبل ام بي 3 ام بي 4 هادو نو كريبتي نو شيفري. انا لي كلاود، لي كلاود هما لي سيرفور دو ستوكاج ا ديستونس. لي ميديا اموفيبل شرحناها، هي بار اكزومبل يو اس بي او مودم، سي ميديا موفيبل. هارد كوبي لكم كوبي كونفورم. كنترول داكسي انكوريكت. اذا مفهوم هاد الشرح، مفهوم هاد الساعة. ريزو كومبي دو لا ريجيون، فوالا هذا ريزو الكومبي يروح هاد الجهة. فوالا عندنا هنا الانترنت، انا روتور هنا في بي ان، هاد ازا فاير ولا بارفو، بارفو ديال سيسكو كيسمى بارفو ازا. هنا سيرفور 3A اي بي اس، هذا ماتيريال سيسكو كي ديتيكتي لي ترافيك، يعني كي ديتيكتي ان لي ترافيك كي بلوكيهم لي ترافيك ديال الريزو. هنا لي سويتش سيسكو، هنا دو لي هوس ديسكتوب و لابتوب، هادو لي بي سي في الريزو. و هنا دو سون لي سيرفور، عندنا سيرفور ويب، سيرفور دي مايل، و هادو سيرفور دي اس بي لي كي افيكتي لنا لي زادريس اي بي على هاد لي ماشين. لي بوتي ريزو، هنا عندنا بوتي ريزو اي بيرو دو بيرو ا دوميسيل. ويرليس هوست، يعني هنا دا ويرليس هوست و هدا ويرليس روتور، يعني روتور واي فاي. و هدا بيسي لي هوست او بيسي في ريزو لي هو لي كيعطي لاكس ا ديستونس للواي فاي. ريزو اتوندي او ريزو انترنت. عندنا برونش سيت، يعني هنايا عندنا هنا الفي بي ان سيت تو سيت. برونش سيت يعني سيرفور ا، سيرفور بي، ريجونال سيت، سوهو سيت. دونك هادو لي كاتر سيت مكونيكتين بار في بي ان، هذا في بي ان سيت تو سيت. دونك شكون لي درنا الكونترول هنايا؟ هنا عندنا بروتوكول بي او بي، بروتوكول اوفيس، بروتوكول هذا لو سياج. دونك باش كتكون كومونيكاسيون ديزا ديزا باتوني ديال في بي ان سيكيريزي.
Data Center Network, le réseau de centres de données. Sécurité des périmètres extérieurs, une agence sur site sécurité, clôture et portail, vidéo surveillance continue. Un data center d'alors qui compte Sherika, les vidéos surveillance qui contrôle l'accès des personnels aux personnes suspectes et mouvements. Alarme de violation de la sécurité. À l'intérieur des périmètres de sécurité, un détecteur de mouvement électronique. Yani chaque data center, un contrôle de data center, il y a un détecteur de mouvement qui compte caméra. Security traps, pièges de sécurité. Une vidéo surveillance continue, qui compte DVR, qui compte déjà branché les caméras de surveillance, qui compte continue, qui compte. Un capteur d'accès biométrique et de sortie. Cloud, server cloud et réseau virtuel. Un serveur cloud ou un serveur de stockage à distance via l'Internet. Les machines Internet, mais que accéder au lieu. On a la frontière des réseaux en évolution, présentation de la protection de la topologie réseau, composé d'un centre de données sécurisé. Segmentation sécurisée, risk defense, la défense de la menace, la défense de menace. Data encryption et cryptage de données ou les informations. Data WIP, données ICA, Data Loss Prevention, prévention des pertes de données. Road Detection, détection de racines du système. Le hacker et les évolutions hacker, yani le hacker ou التطورات ديال الهاكر. La cybercriminalité, c'est-à-dire les opérations de piratage, ou les criminalités de piratage. C'est sponsoré de hackers, il y en a de les pirates, les parrainés, il y en a les random amers de Doula. Script créé auprès hacker pour l'attaque, script qui Vulnerability Brokers ou les intermédiaires de vulnérabilité, les files ou les tagarats اللي كتكون وسيلة بها باش الفيروس أو البيرات باش كيخترق السيستيم. دونك هنا يا ادمي بيان هذا كيترجم لنا المستويات من لاو يعني ادنى المستوى ميديوم مويان اي لو نيفو اليفي ديال بيغا ديال النيفو ديال التطور ديال سميتو انواع او ادوات ديال لاطاك ديال الهجوم. Evolution of security tools, l'évolution des outils de sécurité. La vulnérabilité exploitation, exploitation de vulnérabilité qui m'a donné la sirlel, tagarat, nidam tchrel, au système. Vulnérabilité scanner, les programmes qui scannent les adresses IP ou l'adresse MAC, مثلا في السيبر او في السوسيتي باش كناخد لنا لي زادريس اي بي ولي زادريس ماك هي باش بيهم كيوقع لي زيرباسيون يعني سبوفين كيخترق لينا لا ماشين او اخترقنا السيستيم ناخدو لادريس اي بي وناخدو كاع لي دوني لي بغينا ديال الكليون الكليون اللي هو فيكتيم هاكر اوبريشن سيستيم يعني اختراق نظام تشغيل ديبوغر هو المصحح باسورد كراك يعني مود باس لي هو بيراتي يعني سواء مود باس باس دو دوني او مود باس ديال السيستيم باش اكسي ديال السيستيم باكي كرافتين فابريكاسيون دو باكي يعني سنايفر غونفلو يعني سي فادير التصنص على سميتو على لي باكي
سميتو لي باكي هما لي دوني لي ديزي لنا في باريزون. دونك غالبا كيكون السنيفر بهم بالوير شارك اللي يدير لنا الاناليز على لي باكي اللي كاينين ديزين في الريزون. دونك هنا لي كاتيجوري دوتيل داتاك هي دي كاتيجوري اوف اتاك تولز. عندنا داتا موديفيكيشن يعني لي دوني موديفيكاسيون دي دوني يعني هذه ادوات وسائل او ادوات الهجوم على المعلومات او المعطيات المعلوماتيه اللي كتكون عندنا حنا مثلا كنكونوا داخلين على الانترنت اكسيدين الادوات والوسائل اللي كيستغلوها الهاكر باش كيخترقوا اللي كيوصلوا المعلومات ديال المستخدمين. اي بي ادريس بوفين يعني ريزيرفاسيون ادريس اي بي. كاينين برامج بحال كاينه ابل وير شارك اللي كيستغلوهم لي بيرات باش كيديروا لي زيرفاسيون كيخترقوا كيشدوا لادريس اي بي ولا لادريس ماك كيخترقوا الروتور وكيعرفوا المود باس والنوم ديال ليتيليزاتور المستعمل. ديني سي تا دي غانتيردي دو سيرفيس دينيير اوف سيرفيس ديني دو سيرفيس يعني انتيردي. هنا نركزوا على انتيردي دو سيرفيس من ان ذا ميدل نوم او ميليو كومبروميز كي كلي كومبروم يعني كلي مود باس سنايفر لي كود سي ريزو. شرحنا سنايفر سي هو لي كود سي ريزو وسنايفر كيدير بهاد لوجيسيال وير شارك. وير شارك عند وكان عند ابل يمكنكم تبحثوا عليهم في الانترنت كان عند ابل وير شارك. فاريوس تيب اوف مالوير يعني هنا لي ديفيغ تيب دي لوجيسيال مالفايون مثل البرامج الخبيثة والمضرة. يعني هنا عندنا تخوا تروجان لي وورم هنا شوفال دو تخوا وهدا لي وورم اللي كيكونو هنايا كيأكسيديو من هنا بين كيكونو في الانترنت وكاين لي كيوضعوهم هنا لي بيراك هي باش سميتو كي تيستيو لا سيكيريتي ديال المطاعم ديال لي زورديناتور واش مسيكيريزين ولا لا. دونك هنايا لي زالارت فيروس يعني لي موناس ديتيكتي بيان سيغ فيروس مثلا فيروس ديتيكتا راه كيديكلونشي هنايا لونتي فيروس. تروجان هورس كلاسيفيكاسيون يعني انواع ديال البرامج الخبيثه سيكوريتي سوفتوير ديزايبر روموس اكسس وال اكسس ديستانس داتا سيندين يعني لي دوني او هو بروكسي كنعرفو بروكسي هو اللي كي بلوكي لي سيت انديزيرابل اللي غير مرغوب فيهم. FTP هذا بروتوكول دو ترانسفير لي فيشي يعني لو اني بيرجي واحد انا واحد سيت ويب كنستعمل ال FTP الدوس هذا موين دو لاتاك. هنا دونك هنا لي زون هنايا لي مانفيكتين بار لي وورم لي زون كيما كنشوفهم بالحمر هما لي مانفيكتين هنايا بهاد الوورم هاد الفيروسات في العالم. دونك لي كومبوزون هنا عندنا لي كومبوزون دو وورم. وورم اش كيتكون كود ريد برو يعني كيفاش كيتنتشر هاد وورم. وورم بروبوغيشن هنا اول حاجه انه الانتشار ديالو لمده 19 يوم من بعد كينتقل انه كيلونسي لينا دوز هو لاطاك دوز يعني في 7 ايام من المقبله نيكست 7 دايز. من بعد انه كيتوقف لبعض الايام كيعاود نفس العملية ريبيت دي سيكل. هنا انيبلين فيلنيرابيليتي اكتيفي لينا هذوك الثغرات اللي غادي كيشيرش عليهم باش كيخترقهم فيلنيرابيليتي ولي فايل لي ميكانيزم دو بروباغاسيون يعني الوسائل للانتشار. لما كاش مثلا كيشوف لي سيستيم لي زورديناتور لي ما عندهمش لي موان دو ديفونس كي سهل باش انه يتمكن ينتشر فيهم.
هنايا لي زوطخ مالوار او البرمجيات الخبيثة، عندنا رانسوم وير، سباي وير، ادوير، هادو كلهم برامج خبيثة. فيشين روسكيت نحاولوا انكم ما تستخدموهمش، وانتبهوا لهم بانهم هادو برامج خبيثة، يعني كيحاولوا يقدروكم يطلعوا لكم سبام او في الانترفاس ويب او في البواط ايميل. هنا لي تيب تايب اوف نيتورك اتاك او لي تيب داتاك ريزو، قلنا شفناهم عندنا داتا موديفيكاسيون، يعني لي تيب داتاك في الريزو كيكون بالموديفيكاسيون ديال لي دوني، يعني يقدر اكسيدي لي دوني للسيرفر وموديفيهم. ولا يمشي للسمارت اتاك، سمارت اتاك او اتاك سمورف، واحد الاتاك سميتو هو سمورف اتاك، كاين اتاك اخر سميتو سيم فلود، اللي بغا يبحث عليهم ممكن يبحث عليهم في جوجل. هنا عندنا اكسس دوس، يعني هنا هادو كلهم سون دي مويان باش ديال الدوس، الدوس هذا هو قلنا قبيله هو لاتاك، التيب ديال لاتاك يتسمى الدوس. يعني اللي بغا يزيد مازال يبحث يقدر يدخل الانترنت على جوجل وياخذ معلومات اضافيه على لاتاك دوس. لي زاتاك دو ريكونيسونس سيمبل ريكونيس اتاك، عندنا لي روكيت ان سيل دون سيبل، لي روكيت هما لي دوموند لي كنصيفطوهم حنايا بار الانترنت، يعني هذوك تسموا لي روكيت، هذاك لادريس اي ديك لادريس لي كنسيزيوها في هنا بار دادريس كتسمى هذيك لي روكيت، لي كنصيفطوها للسيرفور باش كيرد عندنا الريبونس. بينغ بلاياج دي ريزو سيبل، لي بينغ هما يعني لي كوموند او لي زادريس اي بي اللي كان سميتو كنصيفطو حنا للسيرفور باش نحاولو كنخترقوه، او كان سميتو كنفورسيو عليه باش نحاولو نخترقوه. هنا لي زوتي ديكسبلواتاسيون، فيلنيرابيلتي سكانر، سكانر كيفاش اننا كنستغلو لا فيلنيرابيلتي، يعني لي فايل ديال سميتو لي فايل ديال لي زورديناتور، شحال هو لي بروغرام، كنستعملو بروغرام سكانر لي كيسكانو لادريس اي بي والماك باش كنقدرو نجمعو معلومات على الحواسيب لي كاينة في الشبكة. اتاك داكسي، اتاك داكسي a few reasons why hackers use access attack، دونك quelques raisons pour lesquelles les pirates utilisent l'accès des attaques. Pour récupérer des données, bien sûr, to gain access aux données d'accès, l'accès, pour aggraver les privilèges d'accès, les privilèges ou le massacre, ça se trouve mode admin, par exemple, le bécher et qu'on a un dos, je suis mal au masque, le liquide système. Quelques types d'accès à attaques inclus, non, quelques types d'attaques. او مجموعه ديال لي زاتاك اللي محصوره هنا انكلي اللي محصوره هنا اكسبلواتاسيون افكتاسيون سبيسيال بور دي ريديريكسيون، يعني كيكون داخل مثلا شانجمون دي بور، مثلا لي بور 80 مثلا 80 80 مع بور اخر يقدر يرو ديريكسيون من لا باج ويب. بوفر اوفرلو، يعني داك يعني نقدر سميتو مثلا كنكونو حنا لونتي فيروس لما تلي بانت لي شي حاجه مثلا سيسبيل مشبوه كيقدر ايفيتيها يتجاوز ودوز علينا زون كارونتين او زون طامبون من اي واحد الزون فيرتيال كتكون زون ايزولي كيمشيو لها البرامج المشبوهه والخبيثه. هنا سبوفين، يعني هنا عندنا مثلا هنا برامج كدير لنا لاطاك بار سبوفين على لادريس اي بي والماك باش نعرفو سميتو لا ماشين كناخدو معلومات عليها كاملة وعلى ليتيليزاتور ديالها. هنا سوسيال انيرجين اتاك، هنا كنصح بان هنا المستعملين ما يحاولش يديفيرك، يعطي المود باس ديالو ما يكونش في لا دات دو نيسونس ولا نون ديالو ولا الاسم ديال الفيلم ولا فارق،
نحاول ايفيتي هاد المسائل اللي سوا يديرها المود باس يعني ديفيسيل معقد وما يكونش ساهل. ما تديرش حاجه اللي هي انتيم كتسمى هذه انيرجين سوسيال بريتكستين فوسون انسومبلون. يعني هنا شي حاجه كدو شي حاجه هي كنقولوا حنايا سريه. الفيشين هو انا لاغناك لاغناك يعني شو واحد كيدير انا باج ويب مثلا ديال البيع والشراء وهي اصلا باج ديال واش كيدخل لي دوني ديال مثلا ديال الفونت وهي راه باج ديال ماشي صفحة رئيسية ماشي صفحة اوفيسيال هي راه صفحة ديال الفيشين بحال كيكونو في لي سيت ديال الاي كوميرس كيطلبو الكود ديال الكونت بونكير وهادو هادوك اتونسيون منهم. هنا لي سبام لي ميساج سوسبي And now بغيتي لايك امايل وور انفيكتد فلوبي ديسك. يعني هنا لي ديسكيت انفيكتي باغ لوجيسيال مالفاي. قلنا لي من لوجيسيال مالفاي عرفناهم شرحتهم ليكم. لي سيرفيس انتيردي هنايا باغ لاتاك. هنا عندنا هنايا ايتيليزاتور هنا او هاكر ليش كيدير كيدير لنا الدوس اتاكي كيدير يعني لاطاك الهجوم ديالو بالدوس يعني كيصيفط واحد المجموعه ديال لي بينغ لمن السيرفور. السيرفور اش كيوقع عليه انه ما كيتقال انه السيرفور اللي هما تقال يعني الريبونس واش انا كنصيفط الغوكيت هاد الكليون كيصيفط السيرفور هاد الغوكيت باش يدخل اكسي ديال الانترنت. هاد الويب سيت يعني السيت ويب ديالو السيت ويب كيدوموندي تقيل باش يشارجي ويطلع. اذا دونك هنا هاد لي بينغ على السيرفور تيخلقو مشكل يعني بسبب لاطاك ما كيبقاش كيجاوب السيرفور على داك لي غوكات لي جاو ما كيبقاش يعطي لي ريبونس في هاديك الساعة. هنا لاطاك بالدوس دونك هنا الهاكر كونستروي غان ريزو دو ماشين انفيكتي كيكون واحد المجموعه ديال لي ماشين في الريزو اللي هي انفيكتي بلي فيروس بلا الريزو دو روتيناتور انفيكتي ابلي بوت نت. يعني حد داك الريزو ديال لي زورديناتور اللي كيكون انفيكتي يتسمى بوت نت. هنا لي زورديناتور انفيكتي سون ابلي زومبي. دونك هنا هاد لي زورديناتور دي كومبروميس كمبيوتر ار كولد زومبي يعني لي زورديناتور لي تصابو بالفيروسات كيتولو تسماو بالزومبي. زومبي ار كونترولد باي هانتر سيستم يعني هاد زومبي يكونو مكونترولين بالسيستم دو بار دي سيستم دو جيسيونير. هنا كنتعرفو على لا سيكيريتي. لا سيكيريتي انفورماتيك كتباز على ثلاثة الحوايج هي لا كونفيدونسياليتي لانتيغريتي و لا ديسپونيبيليتي هاد افيلابيليتي هي ديسپونيبيليتي. اذا ثلاثه المسائل كتباز عليهم لا سيكوريتي انفورماتيك لا كونفيدونسياليتي لانتيغريتي لا ديسپونيبيليتي. لا كونفيدونسياليتي يعني اش كنعني انا كنستعملو تشفير يو ايتيليزاسيون لا لانكريبسيون انكريبسيون دي دوني انكريبشن اند هيد داتا يعني انكريبسيون تشفير المعلومات والاخفاء ديالها في الانترنت. الانتيغريتي سوا هاد لي دوني هادو يكونوا اشين يعني يكونوا مشفرين بالالغوريثم بحال ام دي سام ولا اش ماك. هادو سون دي زالغوريثم دو كريبتوغرافي. لي زالغوريثم دو كريبتوغرافي ام دي سام اش ماك هادو كيكريبتو لينا شنو هما لي دوني ديالنا باش يكونوا انتيغري ما كيتقراوش. افيلابيليتي يعني هاد لي دوني ديالنا يكونو في السيرفور ديسپونيبل وقت ما ان ليتيليزاتور صيفط واحد الدومون او غوكات هي لادريس هاد لادريس واحد لادريس كترجع ليه او واحد واحد غوشيرش في الزون دو غوشيرش كيطلع لي الريزلت هادي كيتسمى لا ريبونس دو غوكات كتجينا من السيرفور. دونك هادو كوم اللهم هادو كيتسمى كومبوزون دو كريبتوغرافي كونفيدونسياليتي لا ديسپونيبيليتي الانتيغريتي كيتسماو هادو ثلاثه كيتسماو لي كومبوزون دو كريبتوغرافي. هنايا الريسك اسانس مالي فارياسيون دي ريسك بوليتيك دو سيكوريتي
organisation de la sécurité de l'information, la gestion d'actifs, la sécurité des ressources humaines, la sécurité physique et environnementale, la gestion des communications et des opérations, contrôle d'accès, access control, information de gestion des incidents de sécurité, des incidents, الاحداث اللي كيوقعوا لي السيناريو اللي كيوقعوا في بروبليم ديال الريزو لهادي بروبليم ديال الريزو كيتسموا لانسيدون لا جيسيون دو لا كونتينيتي اي دي زافير كونفورميتي. انا ايطابلي هنا يسي هنايا في هاد الصورة كتمتلنا انفينيو بوغ ايطابلي لا بوليتيك دو سيكيريتي ريزو les objectifs de sécurité réseau. Donc on a la sécurité, on a les passwords, le mot de passe bien sûr, client side attack, l'attaque va du côté client, mais du côté serveur bien sûr. Le client côté client, il y a le hacker. La database, la base de données, l'attaque du côté client qui cède la base de données et les applications web. Au buffer au floor chenaha il y a les zones quarantaines, zones isolées. Donc il y a l'évolution des outils de sécurité réseau. Les commutateurs de secours, serveur de messagerie, serveur web. Chenaha sera des soins chez Telecom. Donc la sécurité que tu sais خمسة هادو كاملين كتستهدفهم عندنا السيرفر ايدج لا سيكيريتي الويب والايميل لي زيمايل السيرفر لي زيمايل سيكيريتي موبيليتي انا سيكيريتي داكسي سيكيريتي سون داتا سنتر او سنتر دو دوني او لا فيرتواليزاسيون. دونك هادو هما لي كومبوزون ديال لا سيكيريتي. Securex Security Technology Cisco Securex Infrastructure. On a les moteurs d'analyse, mécanismes de livraison, opérations de renseignement de sécurité, console de gestion des politiques, point final de la prochaine génération. Non. Donc voilà les éléments de numérisation réseau centralisé sensible au contexte. Définir les politiques de sécurité basées sur 5 paramètres. Définir, on a défini les éléments de sécurité basés sur 5 paramètres. C'est ce qu'on a dit. Type of device being used for access, yani les types d'appareils utilisés pour l'accès, personnes, identité d'identité de personnes, l'emplacement, location, dialogue, time of access, yani le temps d'accès, Cisco Security Intelligence. يعني الامن الذكي عمليه الامن الذكي في سيسكو عندنا اي بي اس ازا اللي عندنا اي بي اس هو اللي كيديتكتي وكيبلوكي لنا لي ترافيك ديال الريزو عندنا الازا سيرفر عندنا هو سي عندنا ازا سيرفر عندنا فاير ويل هذا انكريبشن سيكيورتي اودونتيتي نون هادو سيسكو اني كونيكت هادو لي بيريف هادو لي ديفايس او بريفيريك اللي كي اكسيدي هنا عندنا اكسيدي الانترنت ديفوندر لو ديفاندين دي نيتورك ديفلوبمون بوليتيك دو سيكوريتي كريت كونترولي لاكسي فيزيكو سيستيم. On a utilisé des mots de passe et les changer sur vous. Il y a un système de mots de passe complexe ou très similaire. Ou ce qu'on a un mot de passe, il y a un système de mots de passe qui est simple.
ندور اللي كاين. Donc, effectuer les sauvegardes et les tester les fichiers de sauvegarde, serrer une base régulière, arrêter les services et les ports inutiles. Garder les correctifs mis à jour, soit installer les mises à jour, qu'on met installer ou toutes les semaines ou toutes les semaines. Ou tu as dit que les programmes les خبيثة ou les programmes مشبوهة qui nous a l'antivirus ou mal mis à jour directement de la zone quarantaine. Effectuer des vérifications de sécurité pour tester le réseau. Donc c'est un test du réseau. Un test de nous voir si on a, يعني واش هذا السيستم عندي كيتقابل الاختراق ولا ما غير قابل الاختراق. يعني كنتستي بلي موايان اللي متوفره عندنا. انا تكلمنا عن لي مالوير او البرامج الخبيثه. هنا زون 40 هضرنا عليها، هي المنطقه العازله كتكون في الريزو كيستعملها اللي كيصيفط لها الانتي فيروس البرامج المشبوهه بعد ما كيتريطيها. Implementation authentication to ensure proper access and mettre en œuvre authentification pour garantir un accès direct. Donc, on a, يعني في كل اكسيس سيستم كتكون واحد اوثنتيفيكاسيون لوجين ومود باس لكل مستخدم. يوتيليزي يوز انكريبشن تو ريندر باكيتس نيفر اتاك يوزليس، يعني يتيز كنستعملو شيفرومون بوغ روندغ لي اتاك دو باكي غون فلو غانيتيل، يعني ملي كنشفرو كنكريبتو هداك لي دوني ولي فيشي لي عندنا في السيستم، يعني لاتاك ما عندهم ما كي يعني ما كيوصلش لينا لهداك لي دوسي ديالنا. Utiliser des outils anti-rompés, يعني وسائل هي مضادة ديال اللي كيخليش البرامج الخبيثة تدير لنا سميتو تاخد تكوبي لنا على داك البرامج او لي هاكر يدير لنا سنيفر او سنتون على لي دوني او لي باكي لي ديزين في الريزو. استعمال بارفو و الاي بي اس. الاي بي اس قلنا هو ماتريال سيسكو اللي كيديتكتي لنا لي ترافيك بلوكيها. L'utilisation mot de passe. Un mot de passe dictionnaire peut entraîner quelques abus de votre mot de passe et abuser sur un serveur. Il y a soit un mot de passe à l'aide, un mot de passe. Donc, il y a un mot de passe qui est complexe ou seul. Application d'exploitation effective du système de l'application. Nous avons la cryptographie. Nous avons la cryptographie. Nous avons le chiffre en mode de les algorithmes de cryptage. Nous avons le HMAC ou le MD5. Nous avons le hashing, les données de la mitigation DOS attaque. شفنا هنايا عندنا الاي بي اس وعندنا الفايروال سيسكو بجوج، هما ديال سيسكو الاي بي اس والفايروال. دونك لو رول ديالهم هو لا سيكوريتي ديال السيستم، بلوكاج ديال لي ترافيك لي زين في الريزو والكونترول لي ترافيك. Soit assurer la sécurité, la gestion, plan de gestion sécurité. يعني خصنا enabler login and password politique. يعني ندير واحد politique ديال نحط نوضع واحد السياسة ديال المود باس واللوجين، يعني باش نحميو راسنا. سميتو لا كونفيدونسياليتي ديالنا، باش ناسيرو لا كونفيدونسياليتي ديال لي دوني ديالنا خاص يكون عندنا بروغرام سميتو اوبن اس اس اش. Et qui crée un tunnel entre le serveur et le PC client.
وكتكون عندنا لي سيرتيف سيرتيفيك ديجا انستالي. سيرتيفيك سيرتيفيك كتكون بيبليك، تجينا من سيرفو، سيرتيفيك من بريفي كتكون عندنا في بي سي. الأخير كنشكركم على المتابعة ديالكم في الفيديو، وكنتمنى انكم تكونوا تبعتوا معايا الحصة وفهمتوها، ولا عندكم ملاحظات وضعوها هنا في سميتو في ديسكريبشن. كنتمنى انكم تشاركوا كتابة تشجعونا، كنتمنى الدرس يفيد الناس اللي كيقراو لا سيكوريتي، لان الدرس هذا جد مهم في لا سيكوريتي انفورماتيك. كنتمنى انكم تشاركوا في القناة تجينا عند مزيد من العطاء. شكرا وإلى اللقاء.